لا زالت عملية تواصل الهبات التضامنية متواصلة جراء الحرائق التي مست إقليم الولاية. الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني تحط الرحالة بعاصمة الولاية بهبة تضامنية إنسانية بمستلزمات طبية وطرود غذائية إلى غير ذلك من مساعدات خيرية لأهالي الضحايا، حيث لاقت استحسان السلطات الولائية وكذا المحسنين من مواطنين ومؤسسات اقتصادية الذين ساهموا في هذه المبادرة التي تعكس روح التضامن والتآزر بين شعب جزائري. بكل صراحة هذه القوافل التضامنية وهذه الزيارات الوفود اللي راه جينا من الولايات وكانت خسائر مادية واعتبر في عدة مشاكل وفي عدة قرى، مي هذا التضامن وهذا تضافر الجهود وهذه اللحمة اللي تتلائم مع بعضها دائما كل قطر الوطني، نقول لك ارتياح كبير، ارتياح كبير سواء بالنسبة للناس اللي سهرة وخاصة كل السلطات المحلية، المجتمع المدني في ولايتنا، حتى أهل الضحايا كانت خفيفة عليهم. هذه الزيارات نقول مشكورين مشكورين كل الإخوة اللي جاونا، كاين الحمد لله قوافل فيها مساعدات تمد الأهل تاعها مباشرة باللجنة اللي تشرف عليها بالمشتركة من جميع المصالح، وفي نفس الوقت فيها زيارات ميدان لأهل الضحايا، وكذلك الشيء الأهم والمرافقة وخاصة بالأطباء النفسانيين في المجتمع المدني راه يتنقل العائلات هذو. إن شاء الله هذه اللحمة الجزائرية تستمر بين أبناء الشعب الواعد اللي هما دائما في وقت الضرر في وقت المعن في وقت الشدائد دائما يخبوا لبعضهم. نقول تحية وتحية كبيرة لكل إخواننا اللي راهم يتنقلوا لنا لولاية عسوق راس، وبارك الله فيهم. لا زالت العمليات التضامنية متواصلة، حيث صرح لنا رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني طاهر شيحة أن القافلة ما زالت متواصلة إلى ولاية الطارف لإعانة المتضررين من الحرائق للولاية المجاورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قدومنا اليوم إلى هذه الولاية العزيزة على قلوبنا اللي ضرت من الحرائق الأخيرة اللي أدت إلى وقوع ضحايا وخسائر مادية وبشرية معتبرة، بالتنسيق مع المكتب الولائي نتاعنا في الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني في ولاية باتنا نظمنا قافلة تاع مساعدات لخاوتنا في ولاية سوق هراس، وراح تكون إن شاء الله قافلة أخرى بولاية الطارف. نحن نقدم تعازينا لأهالي الضحايا، نحسبهم إن شاء الله من الشهداء، والجزائري دائما وفي بمبادئه وقيمه الوطنية، دائما متمسكين بالوصايا تاع الأسلاف تاعنا، دائما متضامنين. الضرر هو واحد وإن شاء الله ربي يرفع علينا إن شاء الله هذا البلاء، والناس تساهموا في هذه المبادرة نقول لهم ربي يجازيكم خير في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الجزائري واعي بحجم التحديات، الجزائري دائما حاضر كلما تعلق الأمر بالجزائر، يكون قويا على أعداء البلاد ليكون قويا على الأعداء التقليديين ليتربصوا بأمننا واستقرارنا. الجزائر عاصية على أعدائها، تحيا الجزائر من مجرى الخلود الشهداء من الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم، طبقا لتعليمات رئيس المكتب الوطني الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني ليلة تبداو الحرائق في الطارف في ولاية سوق هراس، كانت تعليمات صارمة من طرف السيد الدكتور شيحة من أجل تكوين خلية أزمة على مستوى الشرق، وكل مكتب ولائي على مستوى الشرق يقوم بتكوين خلية أزمة من أجل إعانة الإخوان في كل الولايات المتضررة. نحن رئيس المكتب الولائي للاتحادية الوطنية للمجتمع المدني ولاية باتنا قمنا باتصالات مع بعض الخواص وحضرنا قافلة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن سكان سوق هراس. شكرا.